السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم ميني بطبوط وغادي نعمرهم ان شاء الله. دابا غادي نوجد العجينه هي الاولى. عندي في المقادير، عندي هنايا جبانيه ونص ديال القرص ونص جبانيه ديال الفينو، وعندي شويه سنيده الخميره المعجونه وشويه الزيت باش نجمع العجينه والملحه والماء دافي. بسم الله على كي نبدا. نحطي الملحه ونديرو الخميره شويه سنيده غير معلقه، ندير الماء غادي نعجنها البنات ونرجع لكم ان شاء الله. ها هي البنات العجينه ديالي ملي عجنتها كتكون رطبه شويه ما كتكونش قاسحه. دابا غادي نجمعها بشويه الزيت شويه صافي. دابا غادي نغطيها تخمر ونرجع لكم ان شاء الله. ها هي البنات العجينه ديالي ملي خمرات دابا غادي نخرج من هذيك الخميره. بسم الله عندي هنايا شويه ديال الفينو دابا غادي نقطعها كويرات صغيورين هكا ونستمر بحال هكا حتى نكمل كلشي ونرجع ليكم. ها هما البنات ملي كملتهم في التكوار دابا غادي نغطيهم يخمروا شويه عاد نقرصهم ان شاء الله. ها هي العجينه ديالي ملي تلقات شويه البنات دابا غادي نقرصهم بشويه الفينو الطحين. بسم الله نستمر بحال هكا حتى نكملهم كاملين ونخليهم يخمروا غير شويه ونطيبهم. هما المخيمرات ديالي ملي قرصتهم وخليتهم حتى خمروا شويه خليتهم خمروا غير شويه واحد 10 دقائق تقريبا، حيت خليتهم المره الاولى خمروا والمره الثانيه دابا كنخليهم غير شويه ما تخليهمش حتى يخمروا بزاف. انا خليتهم تقريبا 10 دقائق دابا غنمشي نطيبهم. هانتوما البنات دابا شعلت على المقله الثقيله تتسخن. بسم الله
صافا البنات غادي نستمر بحال هكا حتى نكملهم كاملين ونرجع لكم ان شاء الله. ها هما البنات ميني بوت اللي ساليتهم من الطياب. دابا غادي ندوز نصوب معكم الحشو باش غادي نعمرهم. عندي هنايا الخس وعندي مطيشة وبصلة وعندي شوية الزيتون مقطع وشوية الهريسة والطون عبة ديال الطون وشوية ديال المطارد وعندي هنايا واحد لابوكا وشوية الحامض وشوية الكمون والملحة. دابا غادي نقي مطيشة والبصلة والخس نقطعهم طريفات صغار ونرجع لكم ان شاء الله. شوفوا البنات ملي قطعت مطيشة والبصلة غادي نزيد عليهم الخس حتى هو وغادي نزيد الزيتون مقطع وغنزيد الطون دابا غنخليه جانبا. دابا غنوجد الصلصة ديال لافوكا. دابا غنقطع هاد لافوكا بسم الله غادي نمعك هاد الفرشيط بسم الله على هكا صافي. ملي معكتها مزيان بحال هكا حوطها مزيان غادي ندير ليها شوية د الحامض باش متكحلش غير شوية ندير معلقة ديال المطار معلقة ديال الهريسة الصلصة اللي بنات كتجي بنينة هاد ميني بوط نديرو شوية د الملحة وشوية د الكمون دابا غندير شويه من هاد لاصوص غندير فوق هاد الشلاضه ونخلي الباقي باش ندهن به ميني بوط وغادي نخلط كلشي مزيان
خلط مزيان بحال هكا. دابا غادي نجيب البطبوط نعمرو. بسم الله. دابا البنات غادي نعمر البطيبيطات ديالي، غادي ندهنهم بشوية الصوص ديال لافوكا. هاد الصوص البنات كتجي بنينة، هاد البطبوط هدا. غادي ندير شوية عمارة، ثم البنات بحال هكا. كيجيب هاد زويني في الفطور. ها هما البنات ميني بطبوط ديالي من عمرتهم كاملين، راهو زوينين البنات، غير جربوهم وجربو ديك الصلصة راه كتجي رائعة في البطبوط زوينة. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، واللي لايك في القناه ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.